بيوتنا المنازه، يقول الامطار بدات امطار خير، نستبشروا خير. سي عبد الرزاق الرحال من المعهد الوطني للرصد الجوي يزيد يعطينا اكثر تفاصيل حول المعطيات الجويه وخاصه حول الغيث النافع، وان شاء الله اللي نستناو فيه في الساعات القادمه. مرحبا بك سي عبد الرزاق. صباح الخير اخت نبيله، صباح الخير اوفياء الهلال الوطني. ان شاء الله نهارك اسعد الايام. ان شاء الله من اسعد الايام، بارك الله فيك. نبدا النشره قبل ما نعطي اي معطى. حاليا تو تنزل الامطار خاصه بتونس الكبرى، وتعرفوا بعد انحباس الامطار والامطار حاليا تنزل، رجاء بكل لطف من مستعملي الطريق ينقصوا بربي ينقصوا بسرعه، خاطر تعرف الامطار هذه مع الاتربه اللي كانت موجوده عندها لا قدر الله تاثيرات سلبيه. يولي الكياس يزلق. بالضبط، يعطيك الصحة، كنت باش نقولها خطفتها من فمي مباشر. نبدا بذلك وفي التأني السلامة ونرجو السلامة للجميع. ونخليو مسافة الأمان ديما بربي ويرحم ويهديكم. السرعة بربي السرعة، لا السرعة ومسافة الأمان. على خاطر يعطيك الصحة بارك الله فيك. قال كي تشد فرام عندك المسافة اللازمة، مش تقف ما غير ضرر لا ليك لا لغيرك، وثنية زينة لكم الكل. بارك الله فيك. نعود إلى يوم أمس والليلة الفارطة، تواصلت العوامل الجوية ملائمة لظهور الخلايا الرعدية المتفرقة ومتفاوتة من حيث الأنشطة، سواء بمناطق الشمال الوسط وكذلك بمناطق الجنوب. في منطقة مثلا 21 30 ملم بولاية سليانة وصلت إلى 21 ملم بسيدي برويس، 7 بمكسر، 14 بتبرقة، 11 بالوسلاتية من ولاية القصرين، و3 ملم بولاية زغوان. وأكيد أن الأمطار نزلت في مناطق ماهيش معناها مجهزة بمحطات، خاطر مش في كل كيلومتر باش نعملوا محطة ولا في كل 5 كيلومترات، وبالتالي الأمطار كانت موجودة خلال يوم أمس والليلة الفارطة. علما ايضا نعطيكم حتى معلومه، احنا دائما نواكب الحدث، امطار غزيره بالوسط الشرقي للقطر الجزائري الشقيق تحديدا ببير العتر، امطار كانت طوفانيه نوعا ما وساهمت في فيضان الاوديه، الاوديه هذه وصلت الى غايه المعتمديات ولايه قرصه، وصلت الى حدود جهه كاف دربي. ونثمن هذه الاجراءات الوقائيه التي تمت بقفصه، خاصه واد بياش، تعرف واد بياش واد كبير اصله ياتي من الجزائر، وتمت اجراءات وقائيه لواد بياش تفاديا لا قدر الله لكل تاثيرات سلبيه تنتج عن هذه الظواهر الجويه. بالنسبه لليوم يتواصل الطقس كثيف السحب مع ظهور خلايا رعديه ممطره، وكما ذكرت الامطار باش تكون متفاوته من منطقه الى اخرى، تشمل مناطق الشمال الوسط بما في ذلك تونس الكبرى والوطن القبلي ومحليا الجنوب، وستكون هذه الامطار ايضا محليا غزيره خاصه بعد الظهر بمناطق الوسط الغربي وشمال ولايه قرصه. نعم. اذا ما زالت السحب الركاميه هذه ما زالت نشيطه اليوم بمناطق الشمال الوسط، أخص بالذكر تونس الكبرى جهة الوطن القبلي، ثم تتفرع نحو ذلك بعد ذلك نحو الساحل. تسمعون على المباشر توا السحب الرعدية بتونس الكبرى، وفي العشية نوع سحب أخرى باش تتكون على الوسط الغربي وشمال ولاية قفصة، وباش تكون الأمطار قوية شوية بهذه المناطق. اليوم الطقس متقلب خريفي 100%، والغيث ياتي ان شاء الله، تبقى هذه الامطار غيثا نافعا على بلادنا، كما نحيطكم علما ان نقدر ان هذه الامطار ستتجاوز محليا ل 40 ملم خاصه بالمناطق الشرقيه للشمال والوسط، وفي العشيه بمناطق الوسط الغربي. سي عبد الرزاق، قضية غسلت النوادر يمكن هي راهو في الحقيقه جدادنا ما خلاوش حاجه وما اعتنوش بها، هي قاعده علميه. شوف كيفاش وصفوا الامطار هذه، غساله النوادر، باش يعبروا على القوه نتاع الامطار هذه. الامطار الرعديه هذه تكون قويه في ظرف زمني وجيز، ظرف 20 30 دقيقه تصب 50 60 ملم، وبالتالي تغسل حتى المكان اللي تنزل فيه تغسله، وخاصه النوادر كانت اثمن حاجه عند الفلاح هو النادر، النادر اللي فيه القمح معناه يدرسوا فيه السنابل والقمح، ومن بعد ذلك يحطوا فيه تبن، وجيك المطر هذه تهز كل شيء، بالتالي تغسل النوادر هذه. انا ما نعتمدوها احنا حتى من الناحيه المناخيه، راهو ابتداء من 15 اوت نتهيئوا دائما لظهور هذه الظواهر الجويه. هم زدت لنا تقريبا 4 أيام على فصل الخريف ان شاء الله. اي مازال هو في الحقيقه البدايه معناها من حيث التقويم التقليدي، لكن احنا اللي يهمنا اكثر الوضع الجوي، مواقع الضغط المنخفض اللي موجود حاليا على غربي حوض البحر الابيض المتوسط، ثم منخفض الضغط الجوي هناك هو المحرك الاساسي لوجود هذه السحب الركاميه، ومن ناحيه اخرى حراره سطح البحر مرتفعه هذه السنه في حدود 30 32 درجه، وعلى اثر تسربات الكتله الهوائيه البارده تتواجد هذه السحب الركاميه، لكن لاحظنا ان السحب الركاميه هذه السنه أكثر من ناحية العدد ومن ناحية القوة أقوى،
ولاحظتوا كافة مناطق غربي حوض البحر الأبيض المتوسط تشمل هذه السحب الرعدية الركامية، وتساهل في أمطار غزيرة بإيطاليا، بسردينيا، بشرقي الجزائر، بشمال ليبيا، بالسودان، بالمغرب، وكذلك بجنوب فرنسا، وكذلك بإسبانيا. وهذه معناها العوامل الجوية، ما عادة في مثل هذه الفترة ما تشهد هذه المناطق مثل هذه الظواهر الجوية. بالنسبة للرياح ستكون من القطاع الشرقي، شمالية غربية فشمالية شرقية بالشمال والوسط، وشرقية فشمالية شرقية بالجنوب. تأثيراتها إيجابية، علاش؟ خاطر تأتي بالرطوبة من البحر، تزيد تشبع هذه الغيوم أكثر بالرطوبة، وأيضا تأثيراتها إيجابية على مستوى الحرارة القصوى اللي تنخفض اليوم نظرا لتراكم السحب من ناحية، وهبوب هذه الرياح الشرقية شمالية شرقية تلطف الجو. اليوم أرقام ما بين 30 و 34 درجة بالشمال والوسط، ما تعداش 28 بالمرتفعات، وبين 34 و 38 درجة بمناطق الجنوب، تعتبر أقل بقليل من المعدلات العادية لشرقوط. بالنسبة إلى يوم الغد تبقى بعض السحب الممطرة بالشمال الشرقي، وبعد الظهر ما زالت العوامل الجوية في العشية راهو ملائمة لظهور الخلايا الرعدية بالوسط الغربي والجنوب الغربي للبلاد. وبداية من يوم الجمعة إن شاء الله ثم ارتفاع تدريجي في الضغط الجوي على مستوى سطح البحر وكذلك في الطبقات الجوية، مما يساهم في استقرار تدريجي في العوامل الجوية، سيكون واضحا بإذن الله يومي السبت والأحد، مع ارتفاع في التدريجي أيضا في الحرارة، نعود إلى الارتفاع في الحرارة في نهاية هذا الأسبوع. يعطيك صحة، شكرا جزيلا لك سي عبد الرزاق رحال، إن شاء الله نهارك زين، في الأمان وبسلامة.